دكتوره مها صابر زكي، مدير عام حديقه حيوان الجيزه. حديقه حيوان اتنشأت سنه 1891، وكان فيها شغل من قبلها ب10 سنين علشان تكون ضمه اكبر عدد من الحيوانات من مستوى العالم، ومجموعه اشجار كبيره من على مستوى العالم برضه. الجنينه فيها اماكن اثريه تقريبا مش موجوده في مكان تاني، زي الجبليات الملكيه وجبليات القلعه. الجبليات دي معموله من الشعب المرجانيه وماسكه مع بعضها بطريقه معينه باسمنت قليل ومعاها طين، عامله كانها اشكال لحيوانات، وكلها من فيها فيها شلالات ميه بتسقيها، لان طبعا لازم يبقى فيها رطوبه. عليها صبارات واشجار وانواع من النباتات النادره. الجنينه فيها حوالي 38 ألف شجره، فيها انواع من الاشجار يمكن مش موجوده في مكان تاني. احنا تقريبا كل مراكز البحوث بتيجي علشان تاخد عينات من البذور والاوراق بتاعه الشجره عندنا، لانها فيها مجموعه متنوعه جدا. جنينه فيها ما يقرب من 3000 طائر وحيوان وزاحف. عندنا انواع كثيره جدا من الحيوانات اللي تقريبا انتهت من الطبيعه تماما. احنا عندنا فيه ابو حرب السودانيين، هو خلاص ما بقاش في الطبيعه خالص، موجود في بعض حدائق الحيوانات. حديقه الجيزه فيها وعندها مجموعه كبيره منها، مدين منها الحدائق الاقليميه بتاعتنا. في حيوان ابو عقاب النايل ليشيو، ده برضك انتهى من الطبيعه تماما، موجود عندنا منه مجموعه تكاثريه برضك في الحدائق الاقليميه بتاعتنا. بخصوص المجموعات المصريه، عندنا البربري شيب بتاعنا والماعز الجبلي اللي هما كان اعدادهم قلت في سانت كاترين، جابوهم مجموعه هنا كسر في الجنينه الحمد لله، وبرضك مدين الحدائق الاقليميه. عندنا طبعا سباع، وعندنا نمور، وعندنا مجموعات مقترات افريقيه، وجمعنا مجموعه كبيره من انواع الغزلان المصري والغزلان الاوروبي. تقريبا مجموعه زواحف على مستوى العالم كله الحمد لله. الجنينه فيها مجموعه متنوعه كبيره يعني من الحيوانات والطيور.